السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة إنشاء حساب أبل أي دي، إزاي نعمل حساب على الأيفون بتاعي الخاص بي على حساب الأبل أي دي بكل سهولة. العملية سهلة جدا. الموقع اللي قدامنا ده هنلاقي الرابط بتاعه أسفل الفيديو، فيه أكتر من طريقة لكن دي أسهلهم. هتضغط على الرابط، هيطلب منك هنا شوية بيانات تكتبهم، وليكن الاسم الأول، بتكتب اسمك الأول، إن أنا طبعا ده كله تيست يعني. الاسم التاني، البلد، بتحدد البلد بتاعتك، انا هنا مصري مثلا. تاريخ الميلاد، بتحط تاريخ الميلاد مثلا، هنحط مثلا تاريخ الميلاد زي ما احنا شايفين كده. طبعا كل واحد يحط اليوم، الشهر، سنة الميلاد. هتحط الايميل بتاعك، بتكتب الايميل اللي يناسبك هنا، بتكتب اي ايميل اهو كده مثلا. ده الايميل بتاع شفت ات جيميل مثلا، طبعا ده تيست. بتحط كلمة السر، لازم كلمة السر تحتوي على 8 حروف واحرف كبيرة ورقم واحد على الاقل. طيب يعني كده مثلا، تمام، عملنا كل الحاجات دي، 8 حروف احرف كبيرة وصغيرة يعني كابيتال وسمول ورقم واحد على الاقل. ونكررها هنا. سؤال الامان، نحط سؤال الامان هنا، كذا سؤال بنجاوب عليه. ده مثلا اي حاجة تناسبك، بحط حاجات عشوائية طبعا. تقاب مديرك الاول، تكتب اي حاجة طبعا اللي يناسبك. طبعا لازم تبقى حافظ الحاجات دي، اسم افضل صديق لازم تبقى عارف، لان دي ممكن تحتاجها في ان انت تسترجع حسابك، تمام، علشان لو حصل نسيت الباسورد بتاعك هيسألك الاسئلة دي، لو جبتها صح هيرجع لك الباسورد. وبتكتب الحروف هنا كده KSNC، وبتضغط على متابعة. تمام، خلاص كده اهو، كله اسم البلد، التاريخ، الجيميل، كل الباسورد واسئلة الامان والكتابة اللي هنا، وبكتب متابعة. يجي لي ان هو تم ارسال رسالة للبريد الالكتروني، بروح احط، هيجي لي 6 ارقام في البريد اللي هو دلوقتي، بحطهم هنا. مجرد ما بحطهم هنا بيتم الضغط على المتابعة. بكده خلاص انا بقى عندي حساب ابل اي دي جديد، تمام. طبعا بعد ما اقوم اعمل حساب الباسورد بتاعه، الاي دي بتاع اللي هو عنوان الجيميل نفسه، بروح بشكل سهل جدا، بنروح على الايفون بتاعنا، بنروح على السيتنج الاعدادات بتاعتها، وبنروح على الايتونز او الاب ستور او الاي كلاود، ومنها بنحط الابل اي دي بتاعنا اللي هو الجي الايميل نفسه، وبنحط الباسورد ونضغط على ساين ان. كده خلاص انا عملت حسابي على الابل اي دي بكل سهوله، حساب الايفون، وقدرت ان انا استخدمه. ده كان شرح بسيط وسهل جدا لطريقه عمل ابل اي دي بكل سهوله على الموقع. وفي طرق تانية لكن دي اسهلها من وجهه نظري. لو في استفسارات نشوف تعليقات، لو الفيديو عجبك اعمله لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمله مشاركه، لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا، وتنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.